لي فئة المفاريد. وأنا أنوه لجميع الإخوة الذين يريدون المشاركة في سباقات الأصائل الأسبوعية لفئة المفاريد بأن الانطلاقات في شهر رمضان الكريم ستكون عند 4:30 تماما. الانطلاقة ستكون عند الساعة 4:30 في شهر رمضان الكريم. في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الثاني لفئة البكار اللي في أول المراكز هذه الشاهينية. السيد علي أبو سالم، علي عبد الله أبو سالم مع الشاهينية في أول المراكز. أما اللي في ثاني المراكز هذه بارودة للسيد محمود عبد الله الشاعر في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذه اشتياق للسيد صالح الصديق. هذه اشتياق في هذه اللحظات للسيد صالح الصديق الجعلي في ثالث المراكز. رابع المراكز هذه العبرة للسيد الحاج الصديق حماد مع العبرة في رابع المراكز. خامس المراكز هذه فرحة للسيد إبراهيم الحاج الخالدي في خامس المراكز. حتى هذه اللحظة هي الحفلة الكريمة الشاهينية للسيد علي عبد الله أبو سالم في أول المراكز كما تشاهدونها على شاشة التلفزيون. أما اللي في ثاني المراكز هذه بارودة للسيد محمود عبد الله الشاعر في ثاني المراكز. ثالث المراكز وصلت العبرة للسيد الحاج الصديق حماد مع العبرة في هذه اللحظة في ثاني المراكز. أول المراكز وما زالت حتى هذه اللحظة الشاهينية للسيد علي عبد الله أبو سالم مع الشاهينية في هذه اللحظات في أول المراكز الشاهينية. وهذه السيطرة التامة للشاهينية للسيد علي عبد الله ابو سالم في اول المراكز. ثاني المراكز العابره للسيد الحاج الصديق حماد في ثاني المراكز. ولكن هذه هي الحفله الكريمه الشاهينيه وطارت بالناموس الشاهيني للسيد علي عبد الله ابو سالم انتزع المركز الاول في هذه اللحظات. تهانينا والناموس للسيد علي عبد الله ابو سالم على فوز الشاهينيه بالمركز الاول. ثاني المراكز وصلت هذه العبر للسيد الحاج الصديق حماد. وفي ثالث المراكز شعلة للسيد الصديق عبد الباقي البطحاني. توقيت الزمن لهذا الشوط 2:35:35 من الثانية. تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.